وضع حد لتعنت الاحتلال المغربي وتصعيده الخطير، مع ضرورة اتخاذ مجلس الأمن خطوات ملموسة وعاجلة لردع مثل هكذا انتهاكات، هو ما دعا إليه الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي بولاية بومرداس في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال الدورة السابعة للجامعة الصيفية لإطارة جبهة البوليزاريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. أمام هذا التعنت والتصعيد من دولة الاحتلال المغربي بدعم مخجل من فرنسا مع أطراف دولية معروفة بماضيها الاستعماري، فإن الأمم المتحدة مطالبة بتحمل كامل مسؤولياتها في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا، واتخاذ الإجراءات وفرض العقوبات اللازمة على دولة الاحتلال المغربي حتى تنصاع لمقتضيات الشرعية الدولية، والتعجيل بتحديد تاريخ لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي. الطبعة السابعة تزامنت هذه السنة وظروف استثنائية مقارنة وسابقتها، طغت عليها مطالبة المغرب بالانضمام للاتحاد الإفريقي فضلا عن رحيل الرئيس الصحراوي السابق محمد عبد العزيز الذي وافته المنية شهر مايو الماضي إثر مرض عضال. الجامعة الصيفية لإطارات الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي اللهب والدولة الصحراوية من خلال جملة من المحاضرات القديمة والتي يشرف عليها مجموعة من خيرة الإطارات الجزائرية والصحراوية هي مستقى للتعرف على تجربتين فلاحيتين ناجحتين. الجامعة الصيفية التي ستمتد أشغالها إلى غاية 22 أوت الجاري عرفت مشاركة أكثر من 400 إطار إلى جانب ممثلي المجتمع المدني الذين أكدوا التزام الجزائر بالقضية الصحراوية العادلة. غطرس وتعنت المسؤولين المغربيين وتحديهم المتكرر في وجه المجتمع الدولي زيادة على مناوراتهم التلاعبية وسياستهم الهرب للأمام، كل هذا عبارة عن استراتيجية مجرمة ليست شريفة ولم تسمح بحل نزاع الصحراء الغربية بصفة عادلة ودائمة. ورغم ما تفرضه السلطات المغربية من اضطهاد وحصار قمعي، يزداد الشاب الصحراوي يوما بعد يوم إصرارا على مواصلة مسيرة قائده الراحل محمد عبد العزيز، وكله التزام بعهد الشهداء وعزم على تحرير أراضيه.